Сербии. مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة المباشرة الجديدة اللي من خلالها غنحاولوا نقربوكم من جديد مباراة فريق الوداد الرياضي والفتح الرياضي، المباراة اللي غتجمع ما بين الفريقين هذا المساء بملعب المركب الرياضي محمد الخامس ضمن الجولة السادسة من منافسات البطولة الاحترافية. طبعا يمكن لكم انتم مشاهدينا اللي كتابعوا معنا هذه الحلقة تشاركوا معنا في هذا الموضوع، موضوع المباراة، من خلال الاتصال بالرقم الهاتفي 0662050840 او كذلك تشاركوا معنا من خلال التعليق ديالكم. مشاهدينا، لمناقشة مباراة فريق الوداد الرياضي والفتح الرياضي كيحضر معنا محلل قناة شوف تي في هشام جويعة. هشام مرحبا بك. اهلا وسهلا خالد، مبروك، كلشي بخير. الله يبارك فيك. سي صلاح، كيدير الامور؟ كلشي بخير. الله يبارك فيك. تحياتي للمشاهدين الكرام المباشر، تقاسموا الافكار ولا كانت شي فكره ناقشوها، كاينش مشكل. سي هشام صافا، انت كلشي مزيان، امور هانيه. الله يبارك فيك خالد. مباراه ما بين الوداد الرياضي والفتح الرياضي، كلاسيكو جديد ما بين الانديه ديال مدينه الدار البيضاء والرباط، كيفاش كتشوف هذه المباراه هذه؟ اكيد الفتح، لاحظنا التركيبه البشريه ديال الفتح مؤخرا، يعني قبل ما يغادر او المدرب اللي كان معاهم، ربما شفنا وليد الركراكي من موراه جا مصطفى الخلفي. وليد الركراكي اللي كان حقق معاه القاب وكان عنده فريق قوي، مع العلم كاينه واحد استراتيجيه ديال الفتح، يعني اي مدرب ملي تيجي تيمشي على الاستراتيجيه ديال النادي. لاحظنا حتى المراحل السنيه او المدرسه نفس الخدمه، نفس لو ترافاي اللي كاين في النادي. كما سبق انه تكلمنا دائما تندوي على البروجي ديال واحد 10 سنين ولا 11 عام ولا 13 عام، ولو يتغير المدرب ما تيبانش الفرق، بحال بعض كاينه استمراريه، كاينه استمراريه، بعض الاخطاء اللي تيطيحوا فيه الفروق بكل صراحه، الفروق ديالنا المغربيه اللي تتغير مدرب، تيجي مدرب فكره، تجي رئيس يبدل عاوتاني التشكيلات، يبدل استراتيجيه ديال العمل، عكس الفتح دائما استقرار ديال مده ديال 10 سنين ولا 5 سنين، ولو تبدل المدرب اي مدرب تيمشي على استراتيجيه ديال سميتو. ما نساوش يعني الفريق، فريق غادي راه قوي، التحضيرات ديالو بكل صراحه هاد شهر ونص كانت في محلها، عارفين فريق نادي الوداد الرياضي فريق كبير بالحجم ديالو بالجماهير ديالو، يعني غيكون واحد الماتش اللي ماتش كبير بكل صراحه. ما نساوش اللاعبين اللي كانوا تصابوا، اللاعبين اللي كانوا مصابين يعني في النادي الوداد الرياضي، كلهم رجعوا في هذه المده ديال الشهر ونص، يعني الحمد لله لا خوف على الفريق، يعني تقريبا كل شيء واجد، يعني تيتسناو الكونفوكاسيون او تيتسناو شكون اللي غادي يدخل، شكون اللي غيكون جاهز، هو اللي غيكون في هذه المباراه اللي مباراه بكل صراحه مباراه قويه قويه مع الفتح والوداد. نتمنى للفريقين جوج، حكم جلسوا تقريبا شهر ونص، ربما ما يكونش واحد اصابات لبعض اللاعبين، بحكم غادي يكون ماتش كبير بكل صراحه، غتكون نديه، غيكون بريسين، غيكون كونتر، غادي نشوفوا هذه المسائل هذه. هشام، نشوفوا اللائحه اللي اعتمدها فوزي البنزرتي مدرب الوداد الرياضي في هذا المباراه اللي غيواجه فيها الفتح الرياضي، فهو فاللائحه ديال فريق الوداد لهذه المباراه هذه ضمت كل من الحارس حارس المرمى رضا التكناوتي، السويدي يانيس، بدر قدارين، ابو الفتح امين، رحيم محمد، اشرف داري، عطيه الله، الشيخ كومرا، اي تعلال، العملود، ايوب السعيدي، صلاح الدين، يحيى جبران، وليد الكرتي، ايمن الحسوني، مؤيد اللافي، انس سرغات، اسرير حمزه عفوا، سفيان المدن، بابا طوندي، سايمون صوفا، سهير مترجي، محمد اوناجم، بلال زياني، الكعبي ايوب. هذه هي اللائحه ديال فوزي البنزرتي اللي اختارها لهذه المباراه. اكيد سي خالد، لاحظنا ولو نعطيو حنا الارتصامات ديالنا او التشكيله ديالنا ديال فريق نادي الوداد الرياضي، ولكن ما نساوش
كما سبقنا وتكلمنا الصباح انا واخويا سفيان وبحوته ومع عثمان اليوم تنشوفوا البدايه ديال 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 البدايه ديال الشامبيونه. احنا جالسين تقريبا شهر ونص ورجعوا كاملين اللاعبين اللي كانوا تصابوا رجعوا. يعني هنا شنو تيبقى؟ تيبقى الاختيارات ديال المدرب. علاش هنا ما كاين حتى واحد يعني اللي كان مهم وتصاب وصعيب باش يرجع؟ يعني هنا مده ديال شهر ونص يعني جميع اللاعبين. هنا سكوما اللي باقي ما رجعش. حتى سكوما سبق لي تكلمت معاه، كان زارنا النيت في نجم الشباب، جلس انا وياه وعلى الاصابه ديالو. فعلا الحمد لله قال لي لهذا الاسبوع يعني نقدر ندخل مع الجروب. يعني هنا ثلاث اسابيع هو داخل مع دخل مع المجموعه. يعني انت كتبصر الجماهير اكيد اكيد. انا جلست انا وياه وسولته على الاصابه ديالو، فعلا عنده شي حاجه في المولي ديالو. قريب يرجع الحمد لله. اذن داخل مع المجموعه خالي، شوف داخل مع الجروب. وهذه زوينه بزاف للمدرب ملي تيشوف المجموعه كامله سواسيه. اي واحد غادي يكون محتاج ليه المدرب يكون على يقين غادي يعطي غيعطي شي حوايج اللي ما يعني غيعطي حوايج كبار بزاف للفريق. كما قلت لك تتبقى دائما الاختيارات ديال المدرب، الاختيارات ديال المدرب انا عارف باللي غادي تكون على صواب. ما يمكنش يبدل الفريق ولو يرجعوا اللاعبين يعني اللي كانوا تصابوا، ولكن يقدر غيحتاجهم مثلا في الروبلاسو في اي لحظه اللي يحتاج شي لاعب يقدر يكون واجد اللي يشارك مع صحابه. حقاش هذا ماتش ماشي سهل بكل صراحه، حيت اللي ربحت الوداد غادي تزيد في سبورتس ترتيب وتخلي الفتح يعني في المركز اللي فيه ربما ما عندهم تقريبا 6 نقاط يمكن اللي عندهم، يعني ما رابحينش يخليهم تحت، ولا ربحوا غيخليو عده فروق اللي تتنافس الوداد واللي غاده في لاكورس غتبقى في 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 يعني في سميتو لي في سبور الترتيب، ما تكونش واحد المنافسه وهذه الانطلاقه ديال 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 الوداد. هشام بالنسبه لفريق الوداد قبل توقف البطوله الاحترافيه نظرا لمشاركه المنتخب الوطني المغربي المحلي في كاس امم افريقيا للمحليين، فاخر مباراه كانت جمعته فريق المغرب الفاسي ضمن الجوله الخامسه من البطوله، كان تفوق فيها الوداد الرياضي بهدف 1-0. بالنسبه للوداد الان فهو كيحتل المركز الثاني في البطوله الاحترافيه ب 12 نقطه على بعد نقطه واحده من الرجاء الرياضي المتصدر الى حدود الان. الوداد فاز في 4 ديال المباريات، تعادل ما تعادلش في المباريات الماضيه ولكن خسر مباراه واحده. كيفاش كتشوف المسار ديال الوداد خلال 5 جولات الاولى الى حدود الان هشام؟ شوف انا نخاف 4 ديال الانتصارات. انا اللي نخاف منه هو الماتش ديال اليوم، ما يتصاب حتى لاعب اللي غيؤدي يعني النادي ولا الفريق غيؤدي واحد الثمن اللي غيكون يعني قبيح بزاف، واللي غيتصاب لنا شي لاعب ولا جوج. نتمنى ما تكونش ما نسمعش يعني وما تكونش يعني هذه الاصابات ديال 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 بعض اللعابه اللي في الوداد. بالنسبه للديماراج اللي لاحظناه في الديبار ديال الوداد، ربما شفنا كان واحد التعثر ولكن كان تيربح بواحد زيرو، ولكن الاداء ما كانش. كان تيربح ولكن الاداء ما كانش. كانوا بعض اللاعبين ولا بعض الجماهير، انا متفق مع الجماهير، بعض لاعبين خاصهم يكونوا في التشكيله، ولكن دائما تبقى الاختيار ديال المدرب وتيربحوا. كما قلت لك تربحوا بواحد ما تتكونش الكره، ولكن ما نساوش بيت واحد ولا جوج تيخول لك ديال 3 نقاط، يعني تتكون وهذوما فرق يعني الفرق الكبرى او فريق كبير بحال حجم نادي الوداد الرياضي، خاص تكون تتكون منافسه ديال بعض اللاعبين. كاينين اصابات بحجم جمهور الوداد ما تيبغيش يعني الاداء والرباح، تيبغي الاداء والرباح وتيبغيهم بزوج تيبغيهم بجوج. الحمد لله يعني التشكيله ديال نادي الوداد الرياضي تركيبه بشريه الحمد لله، كل لاعب وكل بوست كيف اللاعب، يعني جوج بوست كاينين في اللاعب. دائما تلقى الاختيارات ديال المدرب هو اللي تيبقى ليه القرار
الصعيب هو المدرب. بالنسبه للمباراه ديال تشامبيونز ليغ مع كايزر شيفس، واش التداعيات ديال هذا الماتش هذا غياثر على اللاعبين اليوم؟ حيت كان نورمالمون غيسافروا مورا الماتش ديال الفتح. دابا الفريق الجنوب افريقي فقال باللي هو ما عنده مشاكل وعراقيل باش يقدر يتوجه للماتش. كيفاش كتشوف انت المعنويات ديال اللاعبين ديال الوداد الرياضي اليوم؟ غيكونوا مركزين على المباراه ديال الفتح ولا ممكن هاد الامور هذه تاثر على التركيز ديالهم؟ هو شوف، خصنا نشوفوا بعدا ماتش بماتش. اليوم كان عندنا مباراه ديال الفتح، ومن بعد غيسالي الماتش كنا غادي نادي الوداد الرياضي كان غادي يسافر. ربما لاعبين تفاجئوا يعني القرار ديال الفريق الخصم، يعني ما غاديش يكون غيكون معاهم. هنا تبقى القرار ديال لاكاف، هو القرار تتبقى ليه، هو اللي تيتحمل يعني المسؤوليه مع الفريق اللي ما بغاش يواجه نادي الوداد الرياضي في النصب. يعني هذا التدخل وهذا الباب اللي حلوا لنا مصر، هذا شيء تحسب ليه، تحسب لنا وتحسب لها هما. هنا تنشوفوا هنا العلاقه بين مصر والمغرب الحمد لله علاقه كبيره بزاف. باش نرجعوا دائما الموضوع ديالنا، ربما ما غاديش ياثر عليهم. يعني هنا عارفين القانون، هنا الفريق ما بغاش يجي، تبقى دائما الاختيارات ديال الصلاحيات كتبقى للاتحاد الافريقي لكره القدم. كما قلتي القرار تيبقى لهم. بالنسبه للخصم ديال فريق الوداد الرياضي في المباراه ديال هذا المساء هو فريق الفتح الرياضي. فالفتح الرياضي كيحتل الحدود الان المركز العاشر بسته ديال النقاط، فاز في مباراه وحيده، تعادل في ثلاثه ديال المناسبات، وانهزم في مباراه واحده. اخر مباراه ليه كانت في الجولة الخامسة من منافسات البطولة الاحترافية قبل التوقف ديالها، فهي كانت مباراة أمام فريق الدفاع الحسني الجديدي، وانتهت بالتعادل ما بين الفتح والفريق الدكالي، تعادل بهدف واحد لمثله. لا شوف، دابا لاحظتي الفريق ديال الفتح هو فريق منظم. يعني هنا ولو ما يكونش منظم، ملي غيلعب مع الوداد كونوا على يقين غادي يوجد ليه ويحضر ليه، يعني غادي يلعب مع الوداد ما يبغيش يخسر ولا ربح. تيقول اليوم لا ربح، غادي غنمشي مزيان في البطوله وربح فريق كبير بحال الشكل ديال نادي الوداد الرياضي. كما قلت وسبقنا دائما تكلمنا، غادي نشوفوا التحضيرات ديال نادي الوداد الرياضي اللي بكل صراحه اليوم غادي نشوفوا، فهمتي يا خالد، غادي نشوفوا فريق من اروع الماتشات اللي غادي نشوفوه اليوم. انت متاكد باللي غيكون اليوم ماتش؟ حيت غادي يكون حماس، الحماس غيكون زين. انا كنتمنى ما ياثرش عليهم هاد شهر ونص ديال هما جالسين، نتمنى حتى واحد ما يتصاب، نتمنى بجوج فريقين ما يتصاب. يعني هنا لا قلنا سميتو البدايه ديال البطوله ديال التوقيفات ديالها ديال شهر ونص، بعض اللاعبين يعني داروا اخطاء بزاف في البطوله، ولا لاحظنا للمستفيدين الكبار هما الفرق اللي كانوا خسروا في البطوله، خسروا ومني جلسوا شهر ونص يعني وجدوا وتحضروا مزيان. كتشوف انت الريتم اللي كانت غاده به البطوله ممكن يكون تهرس مع التوقف. تهرس بيان سور، تهرس. والفرق اللي كانوا مثلا كيعانيوا من النتائج السلبيه يقدروا يستافدوا. يعني شفنا جديده استفدت، شفنا وجده حتى هي استفدت، شفنا الفرق اللي كانت يعني في صبور الترتيب يعني هما الاخرين وصيفطوا. هشام ناخذ اتصال. الو، السلام عليكم. السلام عليكم، تحياتي لك اخويا خالد. مرحبا سيدي، كي داير؟ صافا لاباس عليك؟ الله يحفظك ليا وسي هشام العزيز الغالي. الله يكبر بك، كي داير الامور؟ كلشي مزيان؟ الله يحفظك اخويا هشام، كلشي مزيان، الله يبارك فيكم، الله ينوركم. وفين خبرتي؟ واه مع الوقت يا خويا، ولا غير متبعينكم غير ملي كنصحيوا مع الوقت، عمرنا كان معذور في العمل شويه صايره هادشي، علاش كنتبعوكم بعد المباشر شادين معاكم خط. لا لا، غبرتي انا. الله يحفظكم، انا كراكم عزال واخوكم متبعينكم، انتم متبعينكم. ربي يخليك، شنو بان لك اليوم في الماتش ديال الوداد والفتح؟ واه خويا شنو نقول لك، انا الماتش ديال الوداد والفتح راه انا كنتمنى البنزرتي ما يدخلش في التشكيله الرسميه، عرفتي علاش؟ تحسبا للماتش المتق. كنظن باللي الخط نقاطع هشام، فهو المتصل هو اللي سمعت علينا.
السلام عليكم. تعرفت قامت لي الرسالة. السلام عليكم. مرحبا مرحبا. أنا بنقول لك أنا كيفاش أنتي كنت متوقع بأن غيتلعب اليوم الوداد غتلعب الماتش، وكنا متخوفين قلنا يدخل برا التشكيلة الأساسية، قلنا ربما يدخل غير بالاحتياطيين وداك الشيء، وربما يجرب الأسماء اللي ما كانتش مجربة من قبل. كنت تفاجئ بالفارق ديال الأوفرا كيقول لك ما غيمشيش غير ما يجرب. بغيت نسولك أخويا خالد ويشوف ربما أنتم غتكون أحسن مني دابا دابا الوداد. عطاو غير مولاد 24 ساعة توجدوا معليه الملعب ووجدوا الملعب يعني سمعت يعني تقادوا وجابوا ذاك الملعب يعني دابا الوداد إلا مشات واش غادي تخسر الفرقة ديال كادر بجوج زيرو ولا ما تخسرش؟ هادي اللي بغا نعرف أنا في القانون كيقول دابا هو القرار ككل كيبقى للاتحاد الإفريقي هو اللي يحسم في هذه المسألة هذه حيت دابا هو الاتحاد الإفريقي ماشي في صالح الوداد دابا هو الاتحاد الإفريقي طلب من 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 الجامعة الملكية المغربية والوداد الرياضي وفروا واحد الامور وفي واحد وفي واحد الظرف اللي 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 قصير بزاف تعجيزي فوالا تعجيزي راه باش 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 تقدر تحضر ملعب في ملعب في ملعب محايد عفوا ظرف ديال 24 ساعه وتكلف بمصاريف ديال التنقل وتحرص على تاشيرات للفريق الخصم راه صعيب شويه هاد الامور هذه الا تعجيزيه الجامعه الملكيه المغربيه فوالا وكان كذلك اجتهاد ديال الاداره ديال الوداد تفضل قلت لك كنشكروا هنا بعدا جماهير الوداد كتشكروا السي القزع بانه ولقات خريجه قانونيه انا قال لك بظرف 24 ساعه في الملعب وما نساوش التدخل ديال السي ناصر وكاع جميل كاع اللي المشارك ديال الفريق الوداد بيرو ولكن انا غير شوف ماتش دابا الوداد لعب الجمعه وغتلعب ثاني الثلاث يعني طاري مشات غتلعب دابا غادي يولي المؤجله ثاني غادي غير طاغر الامور يعني غادي ما غتبقى الاولى ثاني غتولي المربين ديالهم غيتشتت ما غتبقى عارف واش تلعب الماتش ولا ما غتلعبش الماتش ما تسير وهذه هذه افريقيا ديما السيميغوم عندهم غادي تفهم فيهم والو شكرا لك على التدخل ديالك تحياتي لكم من القلب وربي يخليك الله يحفظك ليا هشام المتصل ديالنا المشاهد الكريم فهو كيشوف باللي كان مثلا الوداد الرياضي غيخوض هذه المباراه هذه بتشكيله ماشي بتشكيله رسميه تيتمنى تيتمنى بن زرتي ما يدخلش بتشكيله رسميه ولكن حنا دائما تنقولوا شوف المدرب هذا القرار هذا ديال ديال الفريق الجنوب الافريقي غيكون فاجئ البن زرتي على الخفيف مثلا يكون هو باغي يدخل بالتشكيله اليوم كان كيحضر الماتش اللي جاي كيفاش كتشوف شوف شوف الحمد لله الحمد لله بعدا كاين اللاعبين اللي كاين في الوداد لاعبين كبار وكاين التركيبه البشريه اللي يقدر يعول عليها الوداد راه كاينين جوج فرق في الوداد باش تعرف كاين فرق باش التوني ديال الوداد خصك تكون واجد ماشي سهله ماشي سهله وكما قلت لك راه كاينين جوج فرق يعني ملي تنتكلموا على نادي الوداد والحجم اللاعبين اللي كاينين في نادي الوداد الرياضي راه كاين كل بوست كل بوست فيه جوج لاعبين شوف فهمتيني يعني سعيد ناصري مشكور على اللاعبين اللي بكل صراحه اي لاعب تيكون واجد في البطوله تي يعني تيشري كما تنقول وتيجيبو تيكمل به الصفوف ديال 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 الفريق ديال الوداد انا ما كاينش بالعكس ما كاين عمره ما غادي يتصدم ما عمره غادي يشوف يعني كان تيبازي عليه واحد التشكيله ولا تيبازي يعني على واحد اللاعبين باش غيلعب بهم وغادي يتفاجئ بالعكس يعني مدرب بحجم بن زرتي ربما ما غاديش بالعكس هو غادي يخرجهم من 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 التجربه اللي عند بن زرتي من هاد لابريسيو التجربه اللي عند بن زرتي ربما بالعكس غادي يساعد بالعكس غادي يساعد اللاعبين في هاد الشيء عبد الله المشاهد ديالنا فهو في التعليق ديالو كيقول لك جويعه ويرون جويعه يروني جويعه يروني كان شي يقولوها بزاف للجمهور ديال الوداد بكل صراحه بالاخص ملي تنكون جالس رون بلاصو تيشجعوني بهذا الاسم هذا ديال اللاعب اللي بكل صراحه كنت انا معجب به يعني بالاخص البيوت اللي تيماركي وربما كنت القامه ديالو ربما قدي هذا هو اللي خلاه الجماهير وانا مشكور على هذا بكل صراحه الجمهور الوداد اللي عطاني هذا اللقب هذا ديال روني فرحان بها جوا بيان سير فرحان بها اي حاجه شوف ماشي يقولوا هذا شوف الودادين بس خلقوك بجواعه ويروني ما جاوش ولقبوك بجواعه ويروني ماشي سهله ماشي سهله باللي جمهور حجم جمهور الوداد يعطيوك شي لقب راه ماشي سهله هذا راه انجاز
حسان كيقول الوداد اصبح قادرا على التعايش مع هذه السيناريوهات. اكيد شوف ديال لافريك حنا راه دوينا في هادشي انا وياك، دوينا في هادشي انا وياك في الكواليس قبل ما نطلعوا البلاطو دوينا في هادشي. ما قادرين على هادشي، يعني فريق كبير حجم الوداد راه ما غاديش علاش عادي وقت ما سيدي بغاو يلعبوا الماتش غيلعبوا وما يتحمل المسؤوليه ولا كاف غادي دابا الوداد داروا اللي عليهم الجامعه دارت اللي عليها دونك يعني الكاف هو اللي غيتحمل المسؤوليه الكاف هو اللي غيبقى مع 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 الخصم علاش ما بغاش يجي يلعب يعني القرارات تبقى ليه هو بين الكاف والخصم الخصم شنو السبب علاش ما بغاش يلعب تعرف حنا الظرفيه اللي فيها ما يمكنش نستقبلوا البلد لا هما لا احنا لا هما هشام دابا هما عندهم السلاله الجديده ديال فيروس كورونا المستجد فهمتيني الظروف كيف ما كتشوف كوفيد راه ما ساهلش وي فهمتيني ماشي ساهل كوفيد ما ساهلش ما يمكنش انت غتغامر وغتستقبل واحد الناس من واحد الدوله اللي كيتعرف التفشي ديال هذه السلاله الجديده اكيد وحنا لاحظتي حنا داخلين على بوابه ديال اللقاح يعني الشعب ديالنا يعني تيديروا ليه في اللقاح صعيب باش نستقبلوا البلاد يعني هنا تبقى لاكاف والفريق الخصم هو اللي غادي القرار دائما غيبقى الله غير بكل صراحه هو هشام دابا ملي كنشوفوا مثلا بحال هاد القرارات هادو ديال الاتحاد الافريقي واش الجمهور ديال الوداد ولا الجمهور المغربي بصفه عامه كيشوف باللي كاين واحد الانحياز ضد الكره المغربيه وضد الانديه المغربيه بحال دابا كتجي كتعطيني واحد طلب ولا واحد المده وجيزه اللي فيها 24 ساعه اللي بزاف ديال الناس كيشوفوا هاد القضيه هادي تعجيزيه امام الجامعه الملكيه المغربيه باش تلقى ملعب محايد وامام الوداد الرياضي ها هما جاوا وقلبوا على ملعب محايد ما صوافقات باش تستقبل المباراه على الاراضي ديالها الوداد تكلف بالمصاريف وتكلف بكل شيء علاش مثلا الاتحاد الافريقي خصو يدخل على الخط ويشوف علاش الفريق الجنوب الافريقي كيتماطل هذا هو اللي بغيت نقول لك يعني الجنوب الافريقي يعني علاش ما بغاش يواجه نادي الوداد الرياضي في بلد اخر مع العلم الوداد قادره وتحمل المسؤوليه باش تخرج من يعني من المغرب وتلعب في بلد اخر يعني هما جاهزين كما قال الاخ في الكومنتير يعني حتى الوداد ولات عندهم خبره وتجربه في هاد المسائل ديال افريقيا يعني ما يمكنش غادي ياثر عليهم ولا يغلب عليهم هذا الشيء هذا بالعكس فريق كبير دائما غيبقى كبير هذا هو اللي ابو يوسف كيقول واخا ما كنتصلش معكم ولكن على اطلاع مباشر معكم توحشناه ابو يوسف توحشناه توحشناه ودادي ودادي ابو يوسف كان تتصل بينا بحق ودادي ومتبع الوداد وكيقول لك زويا محبوب الجماهير شكرا ابو يوسف شكرا سفيان كيقول زويا وحمد الله احسن ما انجبت الكره المسفيويه اكيد بصراحه انا موسم دوزتو مع اولمبيك اسفي من اروع الذكريات ديالي في اولمبيك اسفي بكل صراحه واللي كان معنا هو حتى المكتب انا دائما حنا تنتكلموا على الرؤساء وتنتكلموا على المسؤوليه وعلى المكتب تنشكروا غيبي على المجهودات اللي تيقوم بها لا هو ولا خالد ولا المكتب كامل في كافه وحنا كانوا عندهم سياق واحد عندهم افكار وحده يعني ماشي واحد يجر هنا ولا واحد يجر هنا كان عندهم هدف واحد الفريق يصعد للدرجه الاولى فعلا صعد للدرجه الاولى ما نساوش يعني العامري بكل صراحه من هذاك الاب الروحي بكل صراحه كنوجهوا ليه التحيه من هنا يا سي عز العامري وراه يمكن ولا مع قنيطره يعني مدير تقني او تيشرف على المراحل السنيه يعني هو اللي غيأثر المدربين اللي غيشرفوا على هاد الفروق هذا باش يعطيه واحد الدافع ويعطيه واحد حتى المدربين غادي يستافدوا من الاستاذ العامري كيشوفوه قدوه بكل صراحه العامري عنده تجربه كبيره اكيد فغيستافدوا منه عامري مدرب كبير بكل صراحه يعني الوحيد اللي تي 4-4-3 يعني واعر فيها بزاف كيفاش يخدم بها يعني من المدربين اللي استفدت منه انا بزاف ودليل على هادشي راه تكلاصا مع اولمبيك اسفي يعني العام اللي فات
اللي كنت فيه انا واحد العام يعني تكلاصاو يعني الكاتريام ولعبوا كوب دارام اللي بكل صراحه من داك الوقت لدابا والاولمبيك اسفي تتخبط في مشاكل بحال هذا الفريق ولا هذه المدينه هذه خاصو يكون على الاقل يكون يديو شي لقب بكل صراحه. حسن بن زين كيقول اظن ان الوداد لا مسؤوليه له في هذه الواقعه خصوصا بعد توصله او بعد توصله لحل وايجاد ملعب بالرغم من ضيق الوقت. لا ما الوداد ما عندنا تدخل في هادشي، هذه مسألة وطنية، هذه مسألة وطنية ما يمكنش تخيل معايا دابا كان حنايا لا هو كيدوي على التطوعات دابا في هذا السياق هذا، أنت طلبتي مني نوفر ملعب، أنا وفرت لي وفرت لك الأمور اللي طلبتيها مني، يعني أنا ما كنتحملش مسؤولية. شكون اللي ما يتحملش مسؤولية؟ الوداد قلت لك ما عندها حتى مسؤول ما تحمل حتى مسؤولية في هادشي، ما عندها تدخل في هادشي. الوداد شافت ملعب خارج المغرب غتلعب فيه. لكاف جاوبوا الفريق الخصم باش يمشي يلعب ما بغاش يمشي يلعب يعني هذا الشيء تيخصهم هما بجوجهم يعني الوداد ما عنده دخل في هذا الشيء الوداد قويه بحجم نادي الوداد الرياضي بغاو يلعبوا في تيران محايد يعني ما عندهم حتى مشكل. المالكي كيقول جوار رجوله ووداد حر قال لك هو كريم من باغي صديق ديالك. شكرا كريم بارك الله فيك. جوان نبقاو دائما مع الماتش ديال فريق الوداد الرياضي والفتح الرياضي قبل ما نختمو، كيفاش انت كتشوف هذه المباراه هذه؟ الوداد غيبغي يربح في هذا الماتش هذا باش يواصل المنافسه ديالو على اللقب وياخذ اليوم الا فاز غياخذ الصداره بشكل مؤقت في انتظار المباراه ديال اليوم غد ما بين الرجاء الرياضي والجيش الملكي. الفتح الرياضي كذلك ما جايش لكازا للنزهه غيجي كذلك باش يحقق نتيجه ايجابيه يرجع بها للرباط باش يحسن الترتيب ديالو في البطوله. اكيد خليل شوف المشكل فيه غادي يكون هو في الريتم ديال اللاعبين. يعني ملي تلقى شهر ونص صعيب باش تلقى واحد الايقاع، صعيب باش تلقى واحد الريتم، صعيب باش تلقى واحد المنافسه الريتم ديال اللاعبين بكل صراحه. يعني هنا اللي مجد واللي واجد هو اللي غادي يفوز بكل صراحه. وكما سبقنا وتكلمت انا وياك غيكون ماتش رائع، غيكون ماتش كبير بزاف وغادي يلعب على حوجات صغار بكل صراحه. وتنتمنى ما يصاب حتى لاعب ديال نادي الوداد الرياضي بكل صراحه. اللي حتى الساعه دابا حنا محتاجين اي لاعب محتاجين له. كتشوف البنزرتي غيبدا ضاغط من البدايه باش يسجل. اكيد هو شوف البنزرتي معروف عليه يعني التكتيك ديالو قبل ما يهجم تيحافظ يعني على الشباك ديالو. والبيت غادي يجي حكم اللاعبين يعني الحمد لله كاينين سريع يعني سريع في ليزاتاكو. هنا تتعرف حتى اللاعبين اللي غيكونوا في ميلوتينا غيكونوا غيهزوا الثقل اليوم. نتمنى ما يكونش واحد العياء، نتمنى ما تكونش واحد يعني ما يسهوش. وهنا غتكون الطريقه ديال اللعب وغيفرضوها باش يكونوا مزيانين، ما يخليوش مساحات الفتح اللي خلاو مساحات باش غيثيقوا في راسهم. هنا غيوليو غيدخلوا في مشاكل، غيدخلوا في العياء، غيدخلوا في يعني عياء ديال شهر ونص غادي يبقى يدور لي في الدماغ ديالهم. من البدايه يطلعوا فوق منهم، من البدايه ما يضيعوش الكواري، كون على يقين غتكون مباراه في صالح نادي الوداد الرياضي. بالنسبه للفتح غيجيو لكازا غيرجعوا للور ولا بان لك غيلعبوا ماتش مفتوح؟ حتى الفتح ما غاديش يخرجوا يلعبوا بكل صراحه. يعني الا خرجوا لعبوا غيخليو طرق، غيخليو مساحات لنادي الوداد الرياضي. كون على يقين حتى هما غادي يتسناو الوداد وغيشوفوا باش لاعبين والقوه ديالهم والضعف ديالهم فين كاين، مع العلم عارفين الوداد القوه ديالهم فين كاينه والسرعه ديال نادي الوداد الرياضي فين كاينه. هنا تلقى اختيارات ديال اللاعبين والمهارات ديال كل لاعب والقرار الصحيح. ما نضيعوش احتفاظ طبيعة الحال غنحتفظوا على البوطو ديالنا. الديفونسور بربعه كيعرفوا شنو تيديروا، يحاولوا ما يضيعوش. ملي توصل الكره للميليتيرال يعرفوا امتى تخرج هذيك الكره وامتى نوصلوا نديروا زياده عدديه. كون على يقين انا مرشح الوداد بالتركيبه البشريه ديالو. توقعك النتيجه ديال الماتش؟ وكون على يقين غادي تكون مفاجاه اليوم، غتكون مفاجاه ديال من طبيعه الحال التوقيع ديالي ديال الماتش 2-0 لمن؟ الوداد بطبيعه الحال. كتشوف الوداد اليوم قادر يحقق؟ لا حيت كنا تنقولوا بعض اللاعبين مصابين ما كاينينش، لكن الحمد لله
اليوم البدايه ديال تنقول انا دائما البدايه ديال الشامبيون مال العلم راه بداو اربعه الماتشات خمسه الماتشات وجلسنا شهر ونص يعني اللاعبين وجدوا عاودوا البريباراسيون عاود من جديد تقريبا لعبوا اربعه الماتشات او خمسه الماتشات في البريباراسيون. هنا دائما تنقول انا علاش نقول الوداد هي اللي غادي تربح ولا عطيتك التوقيعات ديالي ديال جوج زيرو حقاش لاعبين كاملين جاهزين من خيط لاعب ديال لي ديفونسور اللي داري اللي هو اللي ربما ما غاديش يكون في التشكيله. سفيان كيقول لك بغينا نشوفوا هشام جويعة كاطار تقني في مدرسه الوداد غيستافدوا من غتستافد منه الاجيال القادمه. اكيد لا مدوا ليا وج ولا لا كانوا باغين لي المساعده انا راني موجود هذيك الفرقه ديالي ما يمكنش ليا ارفض الفريق اللي لعبت فيه الفريق اللي عطاني شيء كثير 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 بزاف ما نساش الجماهير بكل صراحه اللي تتسالني حد الان باقا تتسالني انا موجود لا تتصلوا بيا مرحبا حكم انا راني تنشغل يعني عندي يعني تنخدم في نجم الشباب عندي دابا الحمد لله دابا كاين خدام عندي التزام وطني اطار وطني في نجم الشباب عندي التزامات مع الفريق ولا جات الوقت وكانوا محتاجين ليا مرحبا ما كاينش مشكل حد الان انا راني خدام في نجم الشباب. حسان بن زين كيقول انا محب للفريق العسكري فريق الجيش الملكي ولكن كان تيعجبني هشام جويعة باللعب ديالو والاخلاق ديالو اين امثاله في البطوله الحاليه؟ عندك معجبين حتى من انصار ديال الجيش الملكي هذا حسان تحياتي من انصار فريق الجيش الملكي تحياتي للجماهير ديال الجيش اللي بكل صراحه كانت تعجبني بزاف ملي تكونوا لاعبين ضد الجيش والوداد يعني بكل صراحه جماهير تتعشق الفريق ديال الجيش وفريق اللي تيبغي الجيش بزاف 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 بكل صراحه تنشكر يعني حتى المكتب يعني تيدير مجهودات كبيره بزاف ودائما تتبقى الصلاحيه التقنيين اللي تشرفوا على الفريق تنقول تقنيا يعني المدرب ومن معاه يعني تعطيهم جميع الفرص جميع الحوايج اللي مهمين وتبقى دائما الاختيارات ديال المدرب تكون ربما خاطئه وهنا جميع المكونات ديال الجيش بكل صراحه تيديروا اللي عليهم بكل صراحه تيديروا اللي عليهم مع الاسف عندهم مباراه غدا عندهم مباراه غدا الجيش الملكي مع الرجاء شنو بالك فهاد الكلاسيكو ديال اليوم غد هشام؟ لا كنا غادي نتكلموا على الفتح ونتكلموا على الوداد لا لاحظنا نفس الفكره ونفس الفروق يعني لا تولي على الفتح فتح ماشي ضعيف او الجيش حتى هو ماشي فريق ضعيف ولكن ما نساوش اللي غيكون في الجيش مزوين بزاف هو اللاعبين دخل مدرب جديد ربما غيبغيو يبينوا ليه يعني المباراه ديال الجيش غتكون مباراه حتى هي قويه غتكون مباراه فيها الكره غيكون فيها تنتمنى دائما تنقول ما يكونش اخطاء بزاف تضيع بزاف حيت مين شفنا المباراه ديال الشامبيونه مين تبدات انا وسفيان العلودي نيت مشكور درنا واحد القراءه ديال اللاعبين اغلبيه ديال الفروق اللي فيهم اللاعبين ضيعوا الكواري بزاف ضيعوا اللياقه ديالهم بزاف ريتما ما شادينش الريتم بالنسبه للجيش والمباراه ديال الرجاء غتكون مباراه قويه كبيره بزاف وغتكون فيها المفاجاه. هشام شكرا لك على الحضور ديالك معنا في هذه الحلقه اللي كانت كتسبق مباراه فريق الوداد الرياضي والفتح الرياضي المباراه اللي غتنطلق هذا المساء على الساعه 7:30 اكيد غتكون مباراه قويه فريق الوداد الرياضي المتصدر غيبغي او عفوا الوصيف الى حدود الان فغيبغي يحقق الفوز باش ياخذ الصداره ولو مؤقتا في انتظار طبعا الكلاسيكو ديال اليوم غد ما بين الرجاء الرياضي وفريق الجيش الملكي في الوقت اللي الفتح الرياضي فهو غيبغي يحسن الترتيب ديالو في البطوله الاحترافيه من خلال العوده بنتيجه ايجابيه من مدينه الدار البيضاء. نتمنوا هاد جوج الفرق اللي غادي تلعب الفتح والجيش الفتح والوداد تكون مباراه جيده تكون فيها الفرجه تكون فيها الكره كذلك عكس الرجاء البيضاوي والجيش حتى هي غتكون فيها الكره غتكون فيها النديه كما تنقولوا ونتمنوا هاد الاربعه فرق اللي غيلعبوا
نتمنى ما يتصاب حتى واحد حقاش باقي ما شادينش الريتم ديال 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 الحجم لهاد الماتشات. نتمنى هاد الماتشات اللي تكلمنا عليهم دابا هاد الماتشات وكان تلعبات الوداد ولا الرجاء ولا الجيش ولا الفتح لعبوا ديجا واحد جوج ماتشات في البطوله وغادي يلعبوا اليوم غادي نشوفوا كره كبيره وغادي نشوفوا بصراحه اهداف وغادي نشوفوا بزاف الحوايج. هشام شكرا لك. شكرا خليل. شكرا صلاح. صلاح المخرج ديالنا صلاح صلاح السعيدي. صلاح الدين السعيدي. لا صلاح السعيدي في الوداد وعندنا صلاح السعيدي في الاستوديو. وانتم مشاهدينا بهذا كنكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه المباشره، نتلاقاو معكم في حلقه مباشره جديده والى اللقاء.